الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. بالبداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة ياريت يتم إرساله حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، واللي عنده تعليق مناشدة ومشكلة يتركها ضمن التعليقات نقرأها وقت بث الحلقة إذا كفت، وإذا كانت تحتاج إلى متابعة يتم إرسالها إلى مراسلين لمتابعتها بالصوت والصور. مشوار حبدي من أخبار أهل المدينة، ونبدي من موضوع يخص التربية، وموضوع احنا تابعناه بشكل مفصل وهو موضوع تغيير المناهج والتظاهرات والدعوة للإضراب كان ليومية الأربعاء والخميس، والضوضاء التي حدثت ولحد الآن هي موجودة. ناس ما تعرف، أولياء الأمور، التلاميذ والطلبة ما يعرفون يعني مصيرهم شنو مع امتحانات نصف السنة ومع نهاية السنة، خاصة اللي عندهم وزاري، مع تعقيد المناهج وتغييرها بشكل سلبي بشكل معقد وصعب إضافة للأخطاء الكبيرة. هذا كله التربية في يوم الأربعاء والخميس بدأت يعني تقريبا يوم الثلاثاء مساء، يلا طلع صوت التربية وبس بطريقة غير مباشرة، حكت ويا نقابة المعلمين ويبدو ان هي هددتهم او يعني قالت لهم ترى ماكو قطع اراضي، ماكو زيادة، راح يكون هناك محاسبة كذا. فنقابة المعلمين اصدرت بيان وتنصرت عن موضوع الاضراب وقالت احنا ما لنا علاقة به، وهاي ناس غير معرفة وغير مسؤولة راح او تنادي للاضراب. أولياء الأمور صاروا في حيرة بليلتها، نروح للمدارس ما نروح، قسم راحوا من الخوف، قسم ما راحوا، قسم تلاميذهم وطلابهم هم اللي جبروهم قالوا يخافون من معلميهم لأنه هددوهم. تعرفون المعلمين والمعلمات أيضا والمدرسين والمدرسات، ونعرف أنه هسه حاليا بعض المدرسين راح يصير عندهم دائما الفزة اللي تصير من أهل المدينة، هم مضطرين لأنه هم يتبعون تربية وتبعون جهة رسمية، ومن تبلغهم إذا البلاغ خلص يعني هم ما لهم ذنب بالقضية. لكن اللي صار ما اتفقنا، فالإضراب صار على قسم قليل من الناس، ناس ما راحت، ناس كثيرة راحت أدت الواجب، وناس تظاهرت. إحنا شفنا حتى يوم ثاني كان هناك تظاهرات لعدد من التلاميذ والطلبة أمام مدارسهم، ووعدوا في وقتها وإحنا نشوف قسم من هذه التظاهرات اللي نقلناها، راحوا لكن هم الظاهرة ورفعوا شعارات وقالوا إحنا لازم نغير المناهج، إحنا بننتظر تغيير المناهج. التربية يمكن البارحة يعني بعد أنه شافت الموضوع صارت الحديدة حارة، الإعلام مسلط الضوء بعد على موضوع المناهج، هناك تذمر من قبل الأهالي، التلاميذ جايين للمدارس وهم مكسور واهسهم وأغلبهم ما يريد يروح يكمل دراسته، وشافوا أن التربية ماكو حل إلها، ولا رئاسة الوزراء دخلت ولا مجلس النواب، اضطرت أنه تطلع من هذا الصمت وتنطي بيان، تنطي فد لازم تسوي لنا احنا، تعرفون لازم احنا ندبها براس واحد. قالت انه اللي صار هاي مؤامرة، وهاي مؤامرة محيوكة ضد التعليم، واكو ناس متسوسة واكو ناس تحاول خارجية تحاول، وما اعرف هالمرة ايش دبوها خارجية ايش ما قالوا داخلية، تحاول ان تخرب التعليم على اساس التعليم شلون عندنا بالعراق، والجهات الخارجية خايفة منا وخايفة من التعليم مالتنا وخايفة من تلاميذنا وطلابنا. اللي الضاد النظام يعرفونه وما يعرفون، يعرفون ما يعرفون، يكتبون اسمهم نص ملاهم غلط. هذا هاي هسه الدول محتاره بينا وما تعرف شلون تسقطنا، فدخلت لنا عن طريق التعليم التربيه. يعني من واحد هو فشل بدل ما هو يعترف بفشله ليذبها براس العالم. ترى الدول ما لها علاقه بينا، الدول متقدمه الاف سنه ضوئيه على تعليمنا، سنه ضوئيه شايفين ما حد يلحقها، هم متقدمين علينا. افقر دوله هي متقدمه علينا، احنا من افشل الدول بالتعليم، تعليمنا عباره عن طلاب يحفظون ويرحون
وهسه حاليا لانه معقد صعب يحفظ، حتى المبرهنات او الرياضيات ظلوا يدرخون الموضوع ويعرفون، ما يعرفون الزاد من الناقص، ما يعرفون ضرب وقسم شنو الموضوع ما يعرفونه. وهذا الكلام انا مسؤوله عنه لان احنا عندنا طلاب وجاي يدرسون وبالعراق موجودين واحنا وياهم وجاي ندرسهم وجاي نشوف المشاكل، ما يعرفون فيزياء وكيمياء ورياضيات وانجليزي تايهه عليهم، فمال الدول جاي تتامر علينا حتى تخرب التعليم، هاي هذا البيان وهذا القرار او هاي الحكايه نقعوها شربوا مايها. ومن تحشون وتقولون التربيه المؤامره التي احيكت ضد التعليم باءت بالفشل، زين هاي هم قشمروا نفسكم بيها. المفروض ان التربيه تكون على قدر كبير من المسؤوليه، تطلع تقول اخطائنا ما تقول ملاحظات. نفسهم المعلمين والمدرسين الاختصاص اللي جاي يدرسون المواد يقولون صعبه احنا ما جايين ندبرها، لا دخلوا دوره عليها ودرسوها بالشكل زين، ولا قالوا انه هي مثلا تنحل او درادها تفكير. احنا مدارسنا طينيه، نص البنايات آية للسقوط، طلابنا يقعدون على الأرض، واليوم عندنا إحنا مواضيع كثيرة وأعتقد إحنا ما مقصرين ويا موضوع المدارس. طلابنا قرطاسية ما عندهم، يروحون يمشون طين وبالأمطار ورجعون ماكو كهرباء. أي خطة تعليمية عندكم أنتم رائعة حتى الدول الأخرى تفشلها أو تسوي مؤامرات؟ هم بحالنا، تخليهم يشوفون وضعهم، هم وين متواصلين وين وصلوا، واحنا بعدنا احنا ندرس على صبوره طباشيرها يسوي حساسيه عند الطلاب، يعني ترى عيب. نفسها نقابه المعلمين اللي تنصلت وخافت لان مصلحتها انمست، لان خافت على قطع الاراضي. وانا ليش احكي على قطع الاراضي؟ لان نقابه المعلمين ببيانها بخصوص موضوع الاضراب والتنصل مالتها والابتعاد مالتها والخوف مالتها كتبت واحنا ماضيين بموضوع قطع الاراضي، حتى واللي متابعين الموضوع الكتاب الرسمي او البيان اللي نزل ثلاث ارباع اخطاء املائيه من الخوف، ماكو طباعه على السريع يفضون لان التربيه بعد ما تعطينا قطع اراضي، ايش دخل قطع الاراضي بالاضراب والمناهج؟ المفروض انتم اول ناس توقفون لان المناهج جاي تضركم انتم، تضر بسمعتكم. مدرس كل سنه يطلع نسبه عاليه، هالسنه ما راح يطلع، ما حد راح ينجح من تحت ايده، ليش؟ لانه ما يقدر يدرسهم، الماده صعبه فوق مستواهم، نزلتوا مواد الثانويه خليتوها للابتدائيه، خليتوا الطلاب واحد من عندهم ما يريد يروح للدوام، انا اقول لكم اياها، هواي ناس تشتكي وتقول ما اريد اروح للدوام. من قد صعوبتها وتعقيدها، ثلاث ارباعهم لبس نظارات، ثلاث ارباعهم عنده عقد نفسي، ثلاث ارباعهم تعبان نفسيا وما له خلق يدرس وما له خلق انه يفتح كتاب، واهلهم وياهم. احنا وطلابنا عندنا حاله نفسيه بسببكم مو بسبب الدول الثانيه، الدول الثانيه مو بحالنا، متقدمين علينا ارجع واقول الاف السنوات الضوئيه. فيا التربيه هذا المفروض التصريح ما يمر مرور الكرام ورئاسه الوزراء تتدخل، وهاي التصريحات اللي ما الغير مسؤوله ما اعرف منو قاعد يسويها يحاسب عليها. الدول بحالنا والله، يعني احنا ترى بعالم ثاني نعيش، كل العالم تعيش بكوكب بحد واحنا كوكب الفشل اسمه. المهم هذا الموضوع هسه حاليا اعتقد انه موضوع الاضراب عفوه، التظاهرات عفوها، لكن قضية تغيير المناهج على الأقل حذف بعض المناهج الصعبة والمعقدة، الأخطاء تصحيحها والتأكيد عليها حتى يتم ناس من تمتحن ما توقع بالخطأ ويبقى المدرس يقول يلا نحط له درجة كاملة إذا صح وإذا خطأ مثل ما صار العام. طيب نروح إلى موضوع آخر، ويعني هو بعيد كل البعد عن موضوع التربية، والمضحك المبكي أنه قبل أيام كان هناك على أساس قانون على مود الدقة العشائرية والقضاء راح يحاسب وراح القضاء راح ياخذ مجراه، وصارت في بغداد انه اكو كم عشيرة من دقة عشيرة ثانية تم القاء القبض عليه، وقلنا يا الله الحمد لله انه الفترة الطويلة اللي احنا نحكي بيها في اهل المدينة والمواضيع وبين فترة وفترة نطلع احنا مقطع فيديو خاص بالقضية، الحمد لله ولو بعد سنين اثمرت وانه صار هناك قانون لمحاسبة من يسوي الدقة العشائرية. غريب بالموضوع انه احنا وصلنا مقطع فيديو من قضاء الهارتة في البصرة اللي هي كانت ناحيه وتحولت الى قضاء قبل شهر، يعني المفروض انه يكون هناك تطور ملحوظ، ما حد يشوف على ارض الواقع خدميا وايضا قانونيا يكون هناك من يتابعها، صارت قضاء بعد. امس صارت معركه او ساحه، هذا القضاء صار ساحه من القتال، زين وين موضوع الدقه العشائريه؟ لو هذا القضاء لانه تحول من ناحيه الى قضاء ما مشمول بالقانون، او البصره ما مشموله باعتبار هسه هم عندهم تظاهرات تضيع. الطلقه تضيع ويا الطلقات، والحرق يضيع ويا الحرق اللي قاعد يصير. معركه
هسه راح نشوف احنا المقطع ولو بشكل جزء من عنده، لانه اللي مصورين المقطع يعني كثير سبوا وكثير غلطوا، انا ما اعرف ايش اللي يصور يغلط ويسب وما اعرف، يعني هو الوضع كله متكهرب وكله غلط، وانتم وقوفكم اصلا تحت الرمي غلط، اكيد هسه ناس قاعده ببيوتها وصلت لها الطلقات، احنا ما عرفنا شنو الاحصائيات، زين وين شرطه؟ وين المجلس محافظه؟ المفروض هاي دبابات تروح، لا لانه الطلق لا يتحمل انه يروح واحد برجليه، دبابات تروح على قضاء الهارثة وتشوف منو هي العشيرتين المتعاركه، كل العشيرتين يتحملون هذه القضيه ويدخلون بالسجن، لو شويه يتعاقبون ما يكرروها، شوف المقطع. وإذا ما يدروا مجلس المحافظة يقولون صباح الخير عيني، هذا صار في قضاء الهارثة يمكم بالبصرة، شوف اللي صارت المعركة اللي صارت على أرض الواقع، إحنا صرنا معركة وكأنه والله نعبالي قلت جوز مقطع من الموصل يعني أيام حرب داعش، ويطلع بالبصرة وما بعد تطبيق قانون الدقة العشائرية. تابع هذا المذنب، هذا تعال شوفه، هاي حاليا بالبصرة اخو ميشا يا سلامات سلامات عم خلينا ننزل جو الحسين، هاي رح تجينا طلقات ترى فوق احنا أقولكم والحسين وزت من يمي وحق الله وبيت الله سمعت صوتها والكاظم سمعت صوتها ما أعرف على شنو يضحكون حقيقة، يعني ما أدري صار عندهم عادي الموضوع، الناس من قد ما ظلت تشوف الضيم يعني تعتبره فتشية سيمفونية مثلا، هذا الرمي والطلق هو موت، واحد يشوف أمام الموت الحرب، إحنا والله من يعني ما تعبتوا؟ يعني 8 سنوات حرب ولحقتها حروب وقبلها حروب ومال الداعش حروب، الرمي والطلق ما مليتوا منه؟ مكرهتوا الموت؟ مكرهتوا رائحة الطلق؟ نفسهم دول اللي قاعد يرمون هسه انتم يا حاد شوفوا البصره القضيه صارت سياسيه والاحزاب جاي تاكلكم وفلوسكم رايحه، انتم لو تتحدون من صدق من طلعون تظاهرات طلعون الشباب كم واحد اولاد الخايبه وينقتلون وتالي بعدين يصيرون شهداء خطيه ويظلون يذكرونهم بس، انتم لو تتحدون يا العشاير يحضش بيكم، يعني انتم هذا وضعكم عاجبكم؟ هي هاي انه واحد يقتل الثاني عشيرتين اولاد بصره عايشين بقضاء واحد بمكان واحد يتنفسون هواء واحد، هو هذا الشجاعه؟ هي هاي الرجوله باعتقادكم؟ لكن هي مو العتب عليكم، العتب على حكومه لحد الان ما قادره عندها قانون، سوته هو عندها القانون القديم ما فعلت ترى حد انتهى الناس نسته، سوت الدقه العشائريه وخبصتنا والله خبصتنا بي، خبصونا الوزاره بي، دقه العشائريه وشوفوا احنا القينا القبض. مرة مرتين بس أنا يعني اللي وصل لي نردون سبتون الإعلام حتى إحنا نقول إيه وأخيرا صار هذا وضع معركة ساحة وتقولون يابا مؤامرات، ما المؤامرات عندنا من الداخل، إحنا عندنا الخراب من الداخل، مصيبتنا من الداخل، حمتنا برجلي يعني. هذا الموضوع المفروض ما يعبر، المفروض اليوم من الصبح عفتهم خلاص تعاركوا وتكاتلوا، الصبح أجي أشوف منو أفتح تحقيق، ما أعتقد الناس ما راح تقول لكم، راح تقول لكم بيت فلان وبيت فلان تعاركوا على دجاجة، هاي إحنا منتهين من عندها، فلان وفلان تعاركوا الأطفال بيناتهم وصار مالك والنسوان وكبرت القضية، وآخر شيء تطيح بيها يمكن المرأة ياخذونها فصلية ورا ما يتكاتلون، هذا الموضوع المفروض مو دقة عشائرية، مصيبة عشائرية، آخذهم وبالسجن وأعرف شلون أعاقبهم أعطيهم عقوبات صارمة بعديها هو اللي يفتح حلقة، بس إحنا كقانون بس حكي. يخافون لانه يخافون من هاي العشره اللي تجي على الضابط وتجي على الشرطه وتجي على تجي على الوزير بنفسه وتقاوم عشائريا، فهذا فالقانون يكون منخور تعبان. ما اعرف احنا الى متى نبقى احنا نحكي بهذا الموضوع اللي هو المفروض تافه وما نحكي به، احنا اهل القانون المفروض انه يحكمنا القانون، لكن عندنا احنا القوي ياكل الضعيف والعشائر هي المتحكمه، اذا العشائر شكل قويه روحوا شوفوا من اللي قاعد يبوكم، شوفوا البصره مي حلو ما عندكم، هواء نقي ما عندكم، اكل ما عندكم، وانتم جواكم بحر من النفط، قوموا احجوا، احجوا يا الاحزاب اللي جاي تاكلكم، جاي تنهش بلحمكم صار لها 15 سنه، لكن انتم رجولتكم بس على بعضكم مع الاسف. مضطره نحكي بهذه الطريقه لانه الموضوع صار زاد عن حده،
احنا 2019 العالم شوفوا وين تطور، واحنا نحكي بناس تقتل ناس، شعب يقتل شعب، اهل تقتل اهل، محافظه نفسهم اولاد محافظه واحده واحد يقتل الثاني مع كل الاسف. طيب نروح على موضوع اخر هم الى علاقه انه ناس تعتدي على ناس، واحنا من جهه واحده وبلد واحد ووطن واحد ودم واحد، احنا كنا عمك خالك، كنا نتشابه، شلون هسه من باو احنا على الصينيين واليابانيين هم ايضا يشوفونا احنا نتشابه، لكن للاسف احنا واحد ياكل الثاني وواحد مأذي الثاني. امس حكينا بموضوع المحاضرين اللي كان عندهم تظاهره للمطالبه بالتعيين، ما رادوا شيء، صار لهم سنوات هم تطوعوا ويدرسون ببلاش، وماكو مثل هالشكل شخص تقول له سامحني اول سنه، الثانيه، الثالثه، ويدرس اربع خمس سنوات ببلاش، يروح ويلبس ولازم يوقف ويدرس طلابه وتلاميذه وتطوعي. انتظر التعيين، يجي التعيين يشوف اسمه ماكو، يشوف واحد قاعد بالبيت توه متعين صار له سنه هو يتعين بمكانه، فشلون شنو تردونه يسكت ويصفق؟ هذا جبن، لازم يطلع ويتظاهر ويقول وين حقي؟ انا اولى بالتعيين. هذا اللي صار في بغداد، تظاهروا قبل يومين تقريبا يمكن كان يوم الخميس، تظاهروا ووقفوا، احنا صورنا التظاهر، للاسف بعد ما خلصنا احنا تصويرنا راح نشوفه احنا القضيه صارت وراها الاعتداء. اللي هي من الأجهزة الأمنية، للأسف إحنا يمكن يعني شفنا مقاطع بعدين تم تصويرها من قبلهم المتظاهرين اللي هم المحاضرين. أرجع وأقول لحد اليوم ماكو محاسبة لرجال الأمن اللي المفروض يكونون هم حماية للمتظاهرين، ضربوهم أبشع أنواع الضرب والإهانة بطريقة وكأنما أعداء، مو واقفين بلد واحد ولا واقف رجل أمن هو لازم يدافع عنه، مهما يفعل هذا المتظاهر فهو من حقه، لأن تعبان وما أعتقد هو شايل سلاح، أنت اللي شايل سلاح، أنت اللي القوة، هو الضعف، هو تعبان. راح نشوف إحنا التظاهرة اللي غطينا جانب كبير منها، ونتمنى إحنا وينها نقابة المعلمين اللي ذول ما ينتموا لكم، لو ما بهم وراهم خبزة وراهم قطعة أرض ولا رواتب، المفروض يكون هناك تنديد ويكون هناك محاسبة وفتح تحقيق في مجلس النواب الملتي حاليا ما يعرف يكمل نصابه ويخلص لنا موضوع الحكومة أو رئاسة الوزراء. شوف الموضوع، نتمنى يكون هناك متابعة عاجلة للقضية، نذكركم بها مرة ثانية لأن دول يستحقون، ناس قاعد يتعبون ويردون أبسط حق من حقوقهم وهو التعيين والراتب. يقال صناعتنا هويتنا، شركة العامة لصناعة النسيج والجلود تباع وتحول إلى مول من قبل مستثمرين. اليوم هذه الشركة عمرها أكثر من 80 عام تتعرض للبيع، لذلك موظفيها احتجوا ومعتصمين من داخل الشركة. خليكم ويانا. شركة صار لها هاي عمرها 100 سنة واحنا عايشين عليها، فجانا امر قاعد تخلون الشركة خلال اسبوع، يعني نهاية هاي السنة ما حد يبقى بيها، فحتى رئيس الوزراء ولا عتم علم بهاي. جاكم امر منين؟ جانا امر منا من الشركة. وين تروحون؟ وين تنق؟ للدباغة يما عسكر رشيد. باعت هاي الشركة؟ ما حد يعرف، باعت استثمار ما حد يعرف فيها، ما حد يعرف فيها، يعني حتى رئيس وزراء ما عنده علم بهاي الامر. لمن انباعت هذه الشركه؟ ما حد يعرف. يعني هاي شركه الجلود يعني من تاسست هو هذا موقعها؟ موقعها هذا هو اصل الشركه هاي واحنا عايشين بها. الحقيقه هذه ليس المره الاولى او اخر مره هي عرض شركه الجلود الى الاستثمار او الى البيع، بل هي هناك مؤامرة للصناعة العراقية بأكملها، فبدأوا بالأول مرة الأولى بنقل الملاكات الهندسية والفنية إلى وزارة التربية أو وزارة الصحة أو إلى ملاكات أخرى، ومن ثم قاموا بدمج الشركات وتعطيل الإنتاج لكي تهيئ هذه الشركات للاستثمار كي تصبح شركات خاسرة، وفعلا أصبحت هذه الشركات بفضل السياسة الخاطئة للحكومة العراقية شركات خاسرة. هي شركة حكومية، شلون تنباع بعلم الدولة؟ لأنها أصبحت خاسرة بسبب تعطيل الإنتاج، فهذه خطة مدروسة لقتل الصناعة في العراق، وهذه ليست الشركة الأولى، بل هناك شركات أيضا
تعرضت لنفس المشكله، وهناك شركات ادمجت مع بعضها من اجل قتل الصناعه ومن اجل هيكله الصناعه، وهذه احد شروط صندوق النقد الدولي. اكثر من 5000 موظف، ايش راح يكون مصيرهم؟ كانوا عدد موظفي الصناعة أكثر من 350 ألف موظف، الآن أصبح عددهم من 150 ألف موظف. قامت هذه الشركة هذه الوزارة بنقلها إلى وزارة، بنقل المنتسبين إلى وزارات أخرى. الهدف قتل الصناعة العراقية. باسم الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق نتضامن مع العاملين في الصناعات الجلدية، وخاصة هذه الصناعة المهمة، المفروض من الدولة أن تدعم هذه الصناعة، وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الخصخصة هي دمار للصناعات الوطنية، فإحنا من واجب الحكومة العراقية أن تكون مساندة للعمال وتطورة لهذا الإنتاج المهم بالعراق، واللي هي شركة من الشركات المهمة لدينا. فنحن نبقى ونتضامن مع العمال من أجل حقوقهم، وإن شاء الله بيكون هذه الصناعة العراق أن يعيد اعتماد هوية صناعاتنا الإنتاجية، خاصة الصناعة العراقية، الصناعة الوطنية هي صناعة مهمة لنا. موضوع خطير جدا لتمزيق الصناعة العراقية بالعراق. شركة باتة عمالها 3000، اجى قرار ويا ريت لا ورقه ولا قلم، تفليش الشركه بحجه استثمار، وينقلون العمال والمكاين الى مكان بعيد في سعيده. شركه عمرها 83 سنه، شركه لها تاريخ، لو ما نصنع نقول ما يخالف. قاعد نشتغل يوميا، نشتغل درع وخوذه وبسطال وكل التجهيزات العسكريه والمدنيه. شركه باتا معروفه، شركه كنا نصدر الاتحاد السويتي، يعطونا مكان الأحذية سيارات. إيطاليا الأول بالأحذية بالعالم، يبدلون حذاء مالتهم. كيف يتم مثل هذه الشركة أن تهدم أو تباع وتصير مول؟ أكو إيش خبر يعني؟ حلاوة الكرانة بشركة باتة، شركة مساحتها 6 دونم و17 أورك. هذه مؤامرة على الصناعة العراقية اليوم الوطنية اللي خلتنا نطلع. نعم للصناعة العراقية، نطالبك يا سيد رئيس الوزراء، يا سيد رئيس مجلس النواب، أيها النواب العراقيين الذين انتخبكم الشارع العراقي بحماية الأرث الصناعي من الضياع، ها هي بداية المؤامرة بتحويل هذه الشركات إلى مولات ومن ضمنها الجلود. نطالب بإلغاء. نعم إنها مؤامرات من أصحاب القرار لبعض التجار المنتفعين. نطالب بشدة وبقوة وبشكل فوري وعاجل. إنها مؤامرة خطيرة لبيع الشركة العامة لصناعات الجلود وكل الشركات وزارة الصناعة بخطة استثمار، وليس استثمار تطوير إنتاج المعامل، وإنما تطوير مول للفاسدين والتجار والمدراء الفاسدين. بيع هذه مول أو مستشفى بحجة استثمار. مطالبنا يوقف هذا الشيء، والفاسد يحال إلى المحاكم، والمحاكم هي تتاخذ حجرة من عنده، عقود فاسدة، صفقات فاسدة. طيب يعني بالبداية صار خلل فني، الموضوع اللي يخص التربية إن شاء الله باكر نطلع بيصار بقضية فنية باكر إن شاء الله، فهذا أيضا ضمن موادنا اليوم، فطلعناه حتى نحكي به، ما صار وقت إنه نحكي به بالبداية، خلينا نحكي به هسه. إحنا نشوف إنه في هذا البلد أكو مؤامرات، بس من داخل البلد اللي يقود هي ظاهر يبدو إنه هي فعلا من خارج البلد، هاي المفروض إنه واحد يصرح عنها. أي واحد يطلع يحكي يقول إنه أكو مؤامرات تحاك لتهديم البلد، مو التربية تقول والله على مود تغيير مناهج وصعوبة والطلاب اضطروا إنه يسوون إضراب، يقولون يابا هاي مؤامرة. يعني إحنا الشغلة اللي بيها مؤامرة ما نحكي بيها، لأنه مؤامرة ونعرفها مؤامرة فنسكت، لأنه إحنا لازم نخدم الدول الثانية. والشغلة اللي ما بيها مؤامرة نقول هاي بيها مؤامرة، إحنا بكيفنا، إحنا أحمر أحمر أخضر أخضر، هي هاي دولتنا. هسه هاي حاليا هاي مؤامرة يعني واضحة، ومعمل جاي يشتغل وقاعد يقول 83 سنة صار له، هذا المفروض أنا أرتبه نفس المكان ما أغيره. هاي البلدان هالشكل تسوي، هذا يعتبر يدخل ضمن التراث، راح يدخل ضمن الحضارة، التاريخ يذكر إنه هذا شيء
قديم باقي استفادينا من عنده، لازم الطلاب يجون يزورون يقول شوفوا 83 سنة صار لموظفين يروحون يجون غيرهم، يمكن حتى أولادهم يتعينون به. هذا المفروض يتم إدامته، تغيير بعض الأشياء به، لكن يبقى محافظ على الروحية مالته ويبقى هذا، وإحنا نستمر وندعم الصناعة الوطنية، لأنه هسه حاليا الناس جاي تشوفونها ما يصير عليها حصار يقول لك أنا ما لي علاقة، إيران أبسط دولة، يقول لك أنا ما يهمني، إيش قد ما تضغطون علي، عندي صناعة محلية مكتفي بيها. مصر أيضا ملتفتة لهذا الموضوع، حتى التليفونات بدأ يصنعونها ويقولون ويسوونها تشبه التقليد مالته يشبه الأصلي، تحتار لكن الاختلاف بس بالسعر. المفروض يكون احنا عندنا هذا الموضوع، احنا تعلمنا، احنا ناس ندخل من حرب ونطلع بحرب، شبعنا من هذا عندنا اقتصادنا صار ضعيف من ايدنا، المفروض انه احنا نعتمد على هاي القضيه. هاي المفروض المعامل انا اقلها سوي للمدارس، سوي للجيش، سوي للناس المتعففه، اعين بي ازيد اكبرها حتى اعين بي اكثر، مو انا اكثر من 5000 موظف ما يضلون في مهب الريح، شنو احولهم على وزاره التربيه؟ هي وزاره التربيه خليت عين المحاضرين اول مره اللي عندها، خلت الرواتب للمعلمين بها خير. شلون يعني على اي اساس انا احول موظف صار لهنا يشتغل اوديه على غير مكان؟ شنو هي بكيفي؟ شطرنج وانا العب بيه براح، حتى شطرنج كان بيه قانون. زين المعمل من اسد افتح مول، هي بغداد عايزه مولات؟ يعني احنا كذا مصير انه مولات مثل ما شايفين، مثل مخترعين مولات. حتى المولات لها اسس ولها اعداد ولها وضع كافي. اكو امور المفروض انا هاي خط احمر، مو عندكم انتم بشر خط احمر، هذا خط احمر، هاي المفروض اكبرها، ازيدها عدد المعامل، اسوي اكثر انتاجيه، افتح افكار جديده. هذول الناس خطيه محترق قلبهم على الوطن قبل رواتبهم، يعني يقول لك هو راح يتحول يمكن يستلم راتبه، لكن مقهورين على المؤامره الجاي تصير، والكل يصح مؤامره ورئاسه الوزراء وينها؟ أنا بدي أعرف راح تخلص المئة يوم هسه حالي ماكو يمكن يسوي إنه راح وينهم؟ وين المفروض هاي طلعوا يقولون إيش قاعد يصير؟ منو اللي أنت قرار؟ منو يا حزب يريد يكسب كم فلس؟ لأنه ما تهمه مصلحة الوطن والمواطن، يا دولة انتبهت إنه هذا المعمل خوش ينتج جاي ينافسها. انتبهوا على بلدكم شوية، حرام عليكم تهدمون كل شيء، كل شيء هدمتوه، حتى داعش اللي دخلتوها خلتوها تهدم حضارتنا وتقتل ناسنا وتخرب ثبت البلد، هذا مستحيل يرجع. الطفل اللي 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 هسه شاف الموت بعينه هذا من يكبر ايش راح يكون؟ شلون يقود البلد؟ وهسه تردون تهدمون اشياء صار لها عشرات السنين وراح توصل لمئات السنين ونهدمها؟ حرام ثم حرام ثم حرام. هذا الموضوع راح نبقى متابع حقيقه لانه فعلا مؤلم. احنا نحتاج الى هواي معامل عندنا واقفه ما تشتغل، في حين احنا ممكن نستفاد معيتها محليا، هسه ما اريد نصدق، محليا بيناتنا احنا يعجبنا شغلهم وحلو شغلهم قبل، وين؟ التلفزيونات والثلاجات ولحد الان تشتغل بقوه العالم. شوف ايش قد صناعتنا قويه، احنا ناس اصحاب عقل لكن للاسف محاربين من الداخل حتى نخدم الخارج. هاي حقيقه لازم نحكيها، واعتقد الناس هم يعني مو مغفله عليها، تعرف القضيه. طيب راح نروح لقضاء النعمانيه في واسط في الكويت. حنشوف احنا مقطع يعني مو بالعراق، يعني حتى العراق بالخمسينات مستحيل هم عاش هذا العصر، هذا العصر العصر الحجري اللي احنا يمكن اجداد اجدادنا ما شافوه، لكن حاليا احنا الحمد لله بفضل ما من موجود هنا من يدعي انه هو صاحب قيم ومبادئ ويقول لحد الان يحجون العراق والعراقيين شافوا شيء عمرهم ما شافوا، عايشين بنعيم وخلي يحمدون ربهم وشكروه. هل يشوف هذا المقطع احنا يعني واحد شعلق عليه تلميذات وناس، شوف اول شيء خلينا نشوف احنا مجموعه الرجال واحد يسند الثاني حتى يمشون، صعوبه المشي بمكان طيني وتعرفون انتم يعني واسط شلون ارض تكون طينيه، هذا حتى يعبرون منا ومنا مياه الامطار، ما اعرف شنو هي الخرابه اللي ضاله، احنا شوف ايش قد عندنا دونمات ضاله متروكه هاي تنبني وتصير بيوت زين وتم توزيعها على الفقراء، وبعد ماكو واحد قاعد بايجار، بس احنا من مهتم ولا تجاوز ولا حواسم اللي احنا حاليا لا نعطيهم لا كهرباء ولا ما نسمم حواسم ونبوع لهم بتكعين، هاي المفروض انها تنبني وتنطي للفقراء حتى بالتقسيط المريح، هسه ما نريد احنا تعطونا اياها ببلاش. زين التلميذات دول يمشون هذا الطريق كله وانا مغير لهم المناهج ومسويها صعبه عليهم ومعقدها عليهم
وما ادري توصل ما ادري ما توصل، ما ادري بالطين توقع، ما اعرف اطلع لها كلب سائب، هاي كلها احنا نعانيها، هاي كلها موجوده عندنا. ترجع اذا هي دوامها ثلاثي بتداوم مساء الدنيا ليل، ترجع ساعه بالخمسه ترجع، حذائها اللي يمكن صار لها سنه او اكثر هي ما مبدلته، واللي يمكن هو مال اختها او هو خطية حذاء اخوه مال العام او مال اول العام، يمكن يتقطع ويوصل وما يعرف شو يقول لامه، حذائي ماما مدري يا امي مدري يا يمه، وما تعرف هي يمكن ابوه شهيد او ابوه فقير او ابوه كاسب او ابوه ما يشتغل، تقعد يمكن هي تخيطها بايدها. هاي معناها ترى شايفينها، هاي 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 الاشياء اللي ما كنا هسه لو يجي هم كاتب مسلسل يدي يكتبها قصه احنا نقول ايش دعوه هالدراما هاي؟ ايش دعوه معود؟ ماكو هالشيء، حتى الفيلم الافلام الهنديه هم ما بيها هالمأساة هاي، احنا هاي عندنا هالمأساة. الرجال واحد يسند الثاني، خويا ساعدني عاونني وعاونك حتى نعبر هذا الطريق الصحراوي الطيني صاير بعد الامطار، والتلميذات بنت تطلع يمكن امها تقول لها في مال الله ومحمد وعلي ان شاء الله ترجعين بالسلامه رايحه للجهاد. انا ارجع واقول تلاميذنا جهاد، اللي عنده سياره توديه وتجيبه خليه يحمد ربه من التلاميذ، شو الا يتعزز على اهله، خليه يشوف هذا الوضع. هذا المقطع لرئاسه الوزراء اللي كملت 100 يوم وتعتبر نفسها سوت انجاز، لمجلس النواب اللي من يقعد يحكي ويقول ولو هو مجلس خليه يلحق على نفسه، جاي اغراضه تنباق ويقولون يابا انباقت اغراضنا اوراقنا نحطها ونرجع ما نلقاها، هم حراميه بيناتهم. زين ومخلصيها انه احنا سوينا وحطينا ويتعاركون على النشيد الوطني وعلى العلم، هاي الامور وشوفوا انتم، وناس تعارك على مثلا محافظه تتعارك على قدسيه مدينه، ترى الوطن كله مقدس ومن تقدسه المفروض انه انا اخدمه، مو اخلي المواطن يمشي. هسه هاي الطالبه شو تفكر من تمشي بهالطريق هذا الطين؟ فهموني شلون اقنعها انه هذا الوطن جميل وحلو لازم ما اقدر اقنعها. من اقولها من تقول هاجري، اي نعم هاجري، من حقها انه تهاجر، من حقها انه تكره في شيء اسمه وطن، الوطن اللي ما ينطيني شلون احبه؟ يعني هاي احنا هم لا مقشمر نفسنا، صار لنا هواي ناشد بحب الوطن، لكن حب الوطن هم اخذ وعطى، انطيك وتنطيني. ما اعرف هذا الى يعني مجلس محافظه واسط، يعني هاي المنطقه اللي ما نعرف وين، بس قالوا القضاء النعمانيه، ويبدو انه القضاء كله يعاني من هذه المعاناه. طيب نروح الى قضيه او رساله وصلت لنا من سواق الشاحنات اللي يروحون يعبرون يدخلون الى الموصل، وتعرفون من مختلف المحافظات، فدزوا رساله الى محافظ الموصل اللي يقول لك لانه هو المسؤول عن المحافظه، وهو دائما يطلع بالاعلام ويصور نفسه والكاميرا دائما تركض وراه من كل الجهات حتى يغير، وهو ضد الفساد وعنده حمله كبيره. فهي الرساله من سواق الشاحنات يقول لك احنا بس من نريد ندخل الى الموصل ندفع 50,000 بس مبعثره، هاي سرقة لو مو سرقة؟ يقول لك إذا أنت جاي تحارب الفساد فيا ريت إنه يكون هناك التفاتة لهذا الموضوع، 15 ما أعرف شنو، 10 ما أعرف شنو، ما أدري شنو هالشكل حاسبينها، وصولات إلى أن يطلع من هاي السيطرة ومن هذا المكان ويدخل الموصل، هو دافع 50,000 دينار على شنو ما يعرف. فهم وصلوا هذه الرسالة، وحتى يا ريتها من 50 ومش شايفين خدمات، راح يشوفونها من المكان كله طين وساخ والشاحنات بالقوة تعبر. رسالة إلى المحافظ، عسى ولعن يكون هناك إذا مو هو صاحب الشأن على الأقل هو يعني رأس الهرم، هو يعني يشوف شنو القضية يروح يزورها ويشوف أنه 50,000 هم الناس على باب الله وأصحاب الشاحنات. شوف المقطع ونتمنى أن يكون هناك متابعة للموضوع. الوصولات بالإضافة إلى وصل ثالث هناك 15 مالت القبان، هاي الطب يا محافظ الموصل اللي ذاك اليوم انت برايك تجاوزوا على طفل اللي هو بالابتدائيه، واحنا هم كل احنا ناس كبار وسواق وخلنا نعتبر نفسنا اخوانك. زين دولاك ياخذون 15، هنا هذا الوصيل تابع يقول لي ساحه وقوف ومديت الشاحنات هم 15، هذا الوصيل ساحه نينوى لخدمات مكتب العمل والنقل هم 15، هاي ايش قد صار؟ العفو 10 ب 25 صار 35، وهناك 15، هاي 50,000 تدفع بباب الساحه. يا محافظ الموصل انت تدور على الفساد، هذا الفساد بنص محافظتك، فاحنا ما عندنا اي اشكال جاي ندفع، وندفع رغما عن انفنا، ترى مو فرد شيء، واحنا من الجنوب، فلا تنسى فزعه الجنوب وياكم اهل الموصل. فاحنا بس هاي ما عندنا غيرها، وصلنا لك الرساله ويا ريت تتخذ اجراء، وما اريد نشكرك هسه، نشكرك الا سويت لنا حل، لان انا ما راح اقول لك جزيل الشكر، لان هسه انا جاي ادفع، اقول لك جزيل الشكر اذا اجيت ولقيت الساعه هنا ما بيها شيء.
صور الساحه خاف يقولون بغير مكان وهاي الوصولات وانتظرنا اجيب لك الوصل الثالث مالت الدبان. طيب رساله واضحه جدا الى محافظ نينوى او اي شخص مسؤول عن الموضوع فعلا، يعني ليش السرقه تكون بهذه الطريقه؟ يعني مسوينها مبعثره وبوصولات، واكيد هاي قضيه تحس بنفسهم ناس جايين مسافات طويله حتى تدخل الى المحافظه، هم محملين باكيد كثير من البضائع، هاي تجاره وهذا شغلهم، هم ناس خطيه سواق على باب الله، فاللي نطلبه من الجهات المعنيه متابعه الموضوع وان شاء الله يكون بها حل. احنا نتامل خيرا رغم كل هذه البأسات، لازم نقول انه القادم افضل عسى ولعل. احنا شويه يعني لين نهايه سنه، فواحد ينقهر على وضعه، ينقهر على ما جاي يعيشه هذا البلد، البلد به خير هواي وناس طيبين ويستاهلون كل خير، فلذلك نتمنى ان يكون هناك متابعه لكل مواضيعنا، ان شاء الله على الاقل يتم حل واحده من عدها، نقول احنا سوينا شيء، سوينا اكو تقدم نحو الامام. هناك الكثير من المواضيع ان شاء الله ناخذها بالايام القادمه، هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله.